يو دري، السلام عليكم. كي دايرين؟ كي داير صحيحه؟ كلشي مزيان؟ كلشي بخير؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا كاملين ان شاء الله على خير وبخير. بون، فيديو اليوم فيديو سبيسيال، غادي نحاولوا ان شاء الله نحاولوا نغيروا شويه لا كاتيجوري اللي كنخدموا بها ديما، المطر اللي يعني ديال الكبار اللي عندهم ريزيرفوار قدام روتستر. غادي نحاولوا ننتقلوا شويه للسكوتر، او بالاحرى حشومه هذا تسميه سكوتر، يعني الا قلنا سكوتر راه حشومه تسميه سكوتر. ومي قبل ما نبداو ونهضروا على هذا الموضوع هذا اللي غادي يعجبكم بزاف، انا متاكد مليار في المية غيعجبكم بزاف، وشحال من واحد انا متاكد غادي يغير النظره ديالو على هذا الماتر هادو اللي في هذا الوضعيه هادو اللي حقاش هذا بالضبط. زيدوا على لي تيماك، زيدوا على هذا اللي غادي تحشم انك تقول انه سكوتر. بون، بغيت نقول واحد النقطه بسيطه في الاول وديك الساعه نكملوا ان شاء الله. بون، بالنسبه للماتر اللي كنجيب انا بور لانستون، ديك الساعه ان شاء الله فاش نبدلو غنبدلو غنقول لكم. مي بور لانستون الماتر اللي كنجيب حاليا انا ما مخصش بهم الناس اللي عندهم الفلوس، الشيء اللي عنده الفلوس ما مخصصش لهم هاد الفيديوهات هادو. انا تنجيب ماتر ديال واحد الفئه الشاب كتكون باغا موطور يعني يكون كبير، او مثلا شكل اللي هو فخم وفي نفس الوقت بثمن صغير، وكاينين تنازلات طبيعه الحال. يعني ملي كتجيب مثلا بحال هذا، نقولوا مثلا كيشبه التي ماكس مثلا، كيكون بحالو، ولكن راه كيكونوا تنازلات في الماكينه، كيكونوا تنازلات في الروايد، كيكونوا تنازلات في هذا، داكشي علاش كيكون الثمن ديالو طايح في الثمن. فبالنسبه لهاد الماطر اللي كنجيب كلهم، فهم مخصين الناس الدراوش، يعني ما تقوليش ديك مولينيكس واش ماكينه موطور كبير وماكينه صغيره، داك التخرميز هذاك ما تقوليوليش. علاش؟ حيت كاينين واحد النوع الناس بالفعل كياخذوا دوك الماطر، راه ماشي كنجيبوهم غير كنحطوهم، راه كاينين الناس كياخذوا دوك الماطر، مولينيكس او ماشي مولينيكس، قساوش 10 ماشي قساوش 10، عندهم الناس ديالهم، كاين اللي كيبغي داكشي. فالله يرحم الوالدين، حاولوا تحترموا الاذواق، كل اللي بغى شي حاجه كيمشي يتفرج فيها، وكل اللي بغى شي نوع الماطا كيمشي يتفرج فيهم. اللي كيبغي داكشي الكاوازاكي ياما هكذا وهذا، راه كاينين الناس اللي كيديروا دوك الماطا كبار، سير تفرج اخويا مع راساتك ومتعويناتك في الاثمنه ومتعويناتك في يعني في الماطا الكبار، فهمنا اخي. بالنسبه لهاد الفئه الماطا هادو، فهما ماطا ديال الدراوش. ف سالينا هذا الموضوع، الله يجازيكم بخير. شي واحد بقى يكومونتي لي كومونتيرات الخاوين، ندخلوا ني تنفصلوا بالموضوع. فاللي كيعجبو هاد الفئه المطر يتفرج فيا، مرحبا به، غادي نمتعكم ان شاء الله بالمطر حتى تشبعوا. اللي كيبغي شي فئه ان شاء الله غادي نوريها له، راه مازالينش لا مطر، مازال ما وريتكم والو، غنبداو بشي 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 عشان نوريكم كلشي ان شاء الله. وباقي الجدد، باقي الحوايج جايين، باقي الحوايج جايين للمرض، المرض. فعلى بركه الله اليوم غادي نمشيو نقزو لهاد الكاتيجوري هادي اللي صراحة الله بالنسبة ليا أنا لاب سفيان جديدة عليا. علاش؟ لأنني ما عمري كسبتها كانت عندي واحد السكوتر شحال هادي أبريليا وهذا، ولكني ما عمري زعما تعمقت بحال هكا، خديت بحال هكا شي حاجة اللي وحش، يعني اللي شي حاجة اللي كبيرة بزاف. بون، هذا كيتعتبر جاي ماشي أغريسيف بزاف، ماشي شي حاجة اللي تخاف منها، داكشي ديال 300 600 وهذا، هذا ماكينة صغيرة 125 كيف ما كتشوفوا معايا هنايا 125. الاسم ديال هذا الموتور في ماكس كيف ما كتشوفوا هنايا، راكم عارفين دابا تيقلدوا في تيقلدوا في الشكل وحتى في السميه. بون، تي ماكس في ماكس، اكس ماكس في ماكس، المهم اعتبروا الكوبي ديال الاكس ماكس، اعتبروا هذه الكوبي ديال الاكس ماكس، يعني بحال قلتي اكس ماكس ديال علي اكسبريس. بون، الحاجه اللي زوينه قبل ما ندخلوا ان شاء الله نديروا لها اماش ونسمعوا الصويت ديالها وكذا الى اخره. ف اللي كيعرف شويه في الماطا فيقلب على اورو 5 واورو 4، هاد اورو 5 واورو 4 غادي يفهم الماكينه شنو فيها هنايا. بون، هاد اورو 5 واورو 4 شركات اللي كبارين كبارين بزاف، اللي كيصنعوا المحركات اللي ديال شركات كبارين، دياما عاد الكاوازاكي، الا كان شي حاجه ديال يعني ديال التطوير تيطورهم، فهاد شركة واعرة هادي بزاف، قلبوا عليها في الانترنت الدراري، اورو 4 واورو 5. بون، بالنسبة للموتور فهو من شركة موطارد كيف ما كنعرفوا، هذا موطارد داخل هذا العام سخونة، كاينين شي حوايج خوين غادي نوريهم لكم غير موطارد، ولكن موطارد عطات بزاف لي موديل هذا العام هذا. فبون، هذا الموتور هذا محسوب يعني هذا الموتور هذا محسوب على موطار اللي صراحة الله بدعات فيه. علاش؟ لأن الماكينة اللي فيه فهي ديال البياجيو، اللي الدراري اللي تتعرفوها البياجيو، ديك الشركة ديال الماطر
فهمتي؟ ماشي شركه خاصه، ماشي موطار اللي صنع هذه الماكينه هذه، فهاد الشركه فهاد الموتور هذا اللي هنا للداخل القلب ديال بياجو، يعني شركه عريقه كتعرفوها وكتصنع المليح، يعني ماكينه مليحه وانتم غتسمعوا الصوت وغتعرفوا شنو كاين. بالنسبه للشاسي ديالها الاخوان، فما عنديش كندير نقلب لكم الكاميرا لتحت باش تشوفوا الشاسي ديالها قلبتو صحيح مزيان لتحت ومونفورسي مزيان، يعني خدمه اللي داير لها خدمه صحيحه، ماشي زعما ديال الديباناج وصافي الميكا ولا شي حاجه. الميكا بالفعل كاين من الفوق من هنا، وهذه راه ماشي ميكا، هذه خلاص راه كوما. بون لتحت راه الحديد الدراري كيف ما كتشوفوا، داكشي مصنوع ما شاء الله مزيان. نجيو للحجم، فكاين شحال من واحد، شحال من واحد غيشوفها تقدر تبان له في سميتو في الشكل ديالها من في الفيديو انها صغيره. لا انا قلت لكم في الاول اكس ماكس كوبي ديالها، لا في الحجم لا في كل شيء، انا كتبان لي قدها لان ديجا الدري صاحبي عنده الاكس ماكس، ف تقريبا قدها تماما فهمنا. الروايد اللي عندها فهما روايد كبار كيف ما كتشوفوا، فهما وقيلا نشوفوا انا عاد تنشيكيها معكم لحقاش هذه بياس عاد دخلات. اوكي 130 70 70 13 عندها اللور 130 70 13 اللي هي عريضه، ما كاناش هادي يديروا يوسعوا لها هذا وديروا لنا في ديك الموطاد الاخرى تكون كبيره. وفي القدام عندها ال 110 كيف ما كتشوفوا، ال 110 70 13 يعني عندها روايد كبار ما شاء الله، يعني غتكون حتى بالنسبه للطريق فهي غتكون ستابيليه مزيان في الطريق، ما تخافش عليها تزلقك ولا شي حاجه. فغنجيو على بركه الله. بون هاد المطر هادو كيف ما كتعرفوا، فالاغلبيه ديالكم لان اللي كيتفرجوا في هاد في لاشين ديالي اغلبيه كيفهموا في المطر، فهاد النوع ديال المطر اغلبيه ما كيكونش فيهم كونتاكت، يعني ما اغلبيه ديالهم ما كيكونش فيهم كونتاكت، كتكون فيهم غير تيليكوموند، وكيكون فيهم هاد اللعيبه هادي اللي كتحاول تحدد بها شنو غادي دير، يعني واش دير اماش وتسكت الموطور وتحل بها هذا. انا نوريكم داكشي من بعد. بون كتجي مع التيليكوموند هادي اللي كاينه نسخه اخرى منها، وممكن تاخذ يعني تيليكوموند اخرى وتبروغراميها اللي تولي خدامه معاها، كاين اللي كيبروغرامي وكتولي خدامه معاهم الا بغيتي شي ماركه اخرى من غير هادي. بون كتجي معاها هادي. بالنسبه للموطور فهو كيف ما كتشوفوا كيداير في الشكل، يعني شي حاجه اللي واعره بزاف بلاتي نطلعوا نركبوا باش يبان لنا داكشي مزيان. فهاكا غيبان لك يا اخي الا كنتي راكب فهمنا. بون غادي نجيو باش نديرو لو اماش. اول حاجه كيف ما كتعرفوا خلاص لي كوب كورون، كوب كورون كتحل الكوب كورون، كتورك على هاد الوسطانيه هادي باش كتحل الموتور، كيشال الضو هنايا هذاك شي بروفيسيونيل ماشي اللعب، كتحل كطلع الفوقانيه خلاص. هذه دابا نرجعوا لها هذه اللعيبه هذه، نشوف الى فوكس 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 ها هي هنايا، غادي نرجعوا لها باش تعرفوا هذه لاش صالحين. الكونتور ديالها هو هذا، ها انتم الاخوان، يعني هنا كيعطيك شحال درجه الحراره، هنا الساعه، هنا الفيول يعني شحال فيه ديال سميتو الار بي ام او ما هنايا عندك في الجناب، لي سينيال سخونيه، الباتري، الكيلومتراج، لي تريب يعني شحال ضربتي في كل مشيه مشيتي، وهنا السرعه خلاص دي معروف، وهنا السرعه ديالك الا بغيتي تعرف بالكيلومتراج داير لها 120 بحكم عندها ماكينه 125. فكيف ما قلنا انك كتجي كدير كوب كورون كتحل الموتور كتجي لهنايا وكدير اماش. بون نسيت خصك تقبط الفران وعدي اماش، تسمحوا لي يعني كتقبط الفران عاد تدي اماش، الامر ديال السيكوريتي اللي امر اللي عادي جدا ومزيان مزيان انه يكون فيه. سمعوا السويت الشاك ما فيها ستوندار، يعني ممكن اللي بغى يخدمها ساعه اخرى ممكن تخدمها، لان لا ليني ديالها راه باينه هي، تقطع غير من هنا ودير لها شويه ماديات اللي بغيتي، ولكن انا كنفضل من الاخوان عافاكم ولا واحد المرض ديال الشاكمات، ولا بلاتي غنهضروا على هذه القضيه ديال الشاكمات. المهم هذه الشاكمه ستوندار ديالها اللي هي مزيانه الدراري ما تبدلوهاش، خليوها الصوت فيها واعر، نتمنى انكم تكونوا كتسمعوا مزيان. اش
كتبغي تسكت راه كدور غير لهنا كتسكت. بون بغيت نقول لكم على بالنسبه للشاكمات عافاكم عافاكم والله واحد المرض كبير ديال الشاكمات. يعني بريباراسيون الشاكمه كانت واحد الوقت عندها قيمه وكانت عندها واحد شويه كانت عندها واحد الحلاوه. دابا ولاو كيديروا شاكمات وكلشي ولا دار الشاكمه عرفتي واحد الصداع ولا كيكون في الزنقه بزاف. اخوان حاولوا المطر تخليهم الشاكمات ديالهم وهذيك الصداع بزاف راه ما كيعطيش شي حاجه اللي خارقه العاده من غير الصداع والدعاوي وصافي فهمتي. فحاولوا تخليوا هذه شاكمتها واعره حاولوا ما تبدلوهالاش خليو لها شاكمتها. بالنسبه لا جوج زيت هي هذه هي هنايا الا بغيتي تبدل الزيت ولا تعرف الزيت شحال فيها. هذاك البطونه اللي قلنا الاخرى هذه فهذه خاصه بالمالا. غنجيو لهنا الا بغينا نحلو اش كنديرو كتجي هنا ملي كتشعل هذه بالخضر كدير هذا السيت وكتورك على سيت كتحل كتطلع. بالنسبه للحجم غدير فيها اش نقول لك دير فيها كوكوط وكاسك. لاتي نشوف لكم شي كاسك باش نبين لكم كيفاش البلان. نشوف لكم شي كاسك حتى واحد الحاجه اخرى بالنسبه ها هي خلاص التيليكوموند اللي قلت لكم كتجي معاها والسويرتات وكاينين واحد الليغات كيجيو معاها. اللي بغيت نقول لكم هو بالنسبه اللي بغى ياخذ هذا الموطور فغيجي مع هذا الكاسك هذا ريبلاي اللي انا فضلته يكون مع هذا الموطور لانه مات وهذا الموطور مات فهمتي. يعني غيجي معاه كاين هنا المط ها انتم الاخوان راه كنحاول نماري لكم سمحوا لي فيه شويه الغبره ولكن غير باش نوريكم وصافي. فهذا مات وهذا مات فغيجي مزيان. يعني الا كنت تاخذ هذا الموطور مات فغيجي مع هذا الكاسك هذا اللي مات مخير مزيان. يعني اللي جا قدام عندي غادي ضروري غادي ياخذ مع هذا الكاسك مات باش يجي. بون غادي نوريكم كيفاش كيجي الكاسك هنا ها انتم اخوتي صافي وكتسد شي خصني نقادلو هادي نشوف هادو شي حاجة ما حطاش مزيان هادوك التسويرتات هاهو جا دابا هاهو جا. يعني كيدخل فيه الكاسك ودير معاه تا شي لعيبة أخرى إلا بغيتي حوايج ديالك ولا شي حاجة. فهذا من ناحية المالا ديالها. من ناحيه ليسانس فين كديرو لها فراه نفس الشيء كتشحل الموطور كتشعل هذه بالخضر كتخليها في ديك فيول هذا وتتورك على هذه كيتحل ها هو. فكيبان انه موطور واعر بزاف نقدر واحد النهار الله اعلم مي حاليا لا. حاليا انا انسان عزيز عليا موطا كلاسيك هذا حاليا انا بعدا بعيد شويه على انني ندير ولكن واحد النهار نقدر نفكر فيه حيت هادو باش كيعجبوني انهم مرتاحين الحاجه الايجابيه اللي واعره فيهم بزاف 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 علاش انا كيجروني هو الراحه. يعني كتجلس كتحط رجلاتك بحال كاس شي فوتي واحد فهادشي علاش كيعجبوني انا بزاف. والجلسه ديالهم فخمه يعني ماشي موطو عادي هذا اللي اغريسيف غادي تبقى تمرض به ويبقى هذا ومحل رجليك ومعذب. هادو ديال النخوه هادو مطر ديال النخوه كتركب كتنخوه مع راسك فهمنا. بون فيه البور يو اس بي هي اللي كيهضروا على لي بور يو اس بي كيعجبوني بور يو اس بي في المطر في لي بور يو اس بي. فيه واحد اللعيبه هنايا الا بغيتي دير وريقاتك وهذا فيه واحد المجرى اخر هو هنايا هو هنا في واحد المجرى اخر باش يتحل ليا. بون غادي نجيو للموطو عاوتاني غنديرو له هكا نشعلوه وغادي نشوفو اسيدي الضو ديالو كيفاش داير. بون هذا بالنسبه لي رابيل ديال الطريق كتورك عليه لتحت ما عندوش هو بحال الموطور سبور هنايا فيه غير القدام. بون نحاولو نشعلو نشوفو الضو ديالو كيفاش داير. هيدو السينيال باش يبان مزيان الدراري فهذا هو الوجه ديالو من القدام. يلا الدراري كل واحد يكتب لينا هاد الوجه هذا هاكا يعني هاد الموطور ديالو وريت لكم هاكا قلت لكم شنو هاد الموطور هذا في نظركم شكون اللي غايقول لي كاين واحد الموطور اللي كيشبه لهاد الوجه هذا بزاف. خلاص من هنا كروم هذا كروم لي فري ماشي لعب. صافي هادشي اللي كيبان ليا الوجه ديالو واعر بزاف ناضي ما عندنا ما نقولو. خلاص هاد اللعيبه هادي ديال
ديال الريح. ما كاناش كون كانوا داو ولا شي موطور كطلع شي شويه، يعني الا بغيتي تطلع ولا تهبط على حسب لي مود اللي يكونوا فيه لي مود، ويكون فيه هذه كطلع وكتهبط. بالنسبه للكاتر سينيال هما هادو، بالنسبه للفرانات راه فيه فران ديسك هنا القدام اللي خلاص بروفيسيونيل، ماشي اللعب، ماشي داكشي ديال الماطو الاخرين اللي كتعرفوا. وفيه اللور اللي كبير ما شاء الله بزاف، كيف ما كتشوفوا اللي كبير بزاف وبروفيسيونيل. خلاص هادو تيكون فيهم فرانات، يعني ما نحتاجوش نقول لكم فران مزيان ما مزيانش، هاد الماطو كاع لي سكوتر تيكون فيهم فرانات واعرين. بالنسبه للفران اللور تبغي نقول لكم قبيله فيه فران واعر بزاف، شاد هاد البلاط الفران كي دايره. نحيد لكم كاتر سينيال باش يبان لكم. هادي خلاص ضد البلاكه، هادي ضد البلاكه اللي كتكون البلاكه هنايا كتكون مضويه عليها. هذا الروتور الزيت، انا كنحاول نشوف لكم مع دابا هاد الموتور جاني على يعني على غفله، ف يعني كنحاول نشوف لكم حوايج ما ننسى لكمش شي حاجه، يعني راني ما كنتش عول عليه ودرت لكم عليه فيديو، ف يعني الا نسيت شي حاجه غيقولوا لي كومونتير انا غنجاوبكم عليها. بالنسبه للفران الزيت فراه عنده هنايا وعنده هنايا، نورمالمون شنو كيكون في الماطه اللي كتعرفوا نتوما، كيكون واحد هنا وهذا كيكون لتحت، كيكون هنايا لتحت فهاد البلايصه لتحت هنا في الجنب، فهو كاين هنايا يعني عندك الفوق باش كتاخذ العبارات الزيت كلشي قدامك. المرايات فيهم واعرين لي بحال شكل ديال الموطارد، بحال شكل ديال الناش اللي عندهم الناش. دابا صحا نستهدف الناس اللي كيتفرجوا فيا بزاف، ناش وموطارد راه تقريبا نفس المرايات اللي فيهم. شنو اخر؟ هذا هو اللي كيبان ليا، هذا البيكي ديال الجناب، كنشوف شي حاجه اللي نكون نسيتها. مو هذا هو الموطور، انا حاولت علاش حاولت ندير لكم هذا الموتور هذا الفيديو على هذا الموتور هذا، ف يعني باش يكون واحد لحقاش كاين واحد الفئه كيهضروا بزاف على لي سكوتر، كيهضروا على الماطر اللي بحال هكا، وصح الله ما عمري درت لهم خاطرهم هذا، فحاولت ندير لهم خاطرهم اليوم نوريهم هذا الموتور هذا اللي زوين بزاف الاقتصادي خلاص في الكونسوماسيون. وحتى ما تخافش عليه، يعني الا كنتي غتشري لولدك ولا غتشري لخوك ولا شي حاجه ما تخافش عليه، زعما تقول غادي الله يستر زعما يوقع به شي حاجه ولا هذا، يعني ماشي شي ما غيكونش عنده شي صعاب اللي خارقه اللي غتخاف عليه وهذا، وعنده المسائل ديال السيفتي كامله عنده، يعني ما تخافش، يعني ما تخافش عليه، الا خديتي له غادي تدي له انت في الامان. فكنظن واقيلا هذا كل ما كان في الامر، حاولت نوريكم كل شيء، ما عرفتش الا نقدر نكون نسيت شي حاجه شي معلومه سميتو شي معلومه صيفطوا ليا في الخاص نجاوبكم عليها. وخلاص هذا راه بيرمي، غادي ما نحتاجوش نهضروا عليها، فهذا راه بيرمي 125 فهو بيرمي. كاين واحد الماركه بحال هادي نديرو عليها ان شاء الله السيمانه الجايه الفيديو، 300 ديال 300 كاينه هادي 125 وكاينه اخرى ديال 300 اللي زايده عليها شي شويه فيها شي لعيبات زايدين. من هنا لتما ما نحرق لكمش، خليتها تما ونوريكم الحوايج اللي زايدين فيها. فهذا كل ما في الامر، نتمنى يكون عجبكم الفيديو. كان شي تساؤل ولا شي حاجه خليوا لي كومونتير، وانا ان شاء الله غادي نجاوبكم عليهم على كامل، كنجاوب على كلشي فهمنا الاخوان. اللي جاوبت عليه في الخاص راه كنجاوب عليه في الخاص، اللي ما جاوبش عليه في الخاص راني كندير فيديو باش كنحاول الا كان الميساج موجه لبزاف ديال الناس راه كنحاول ندير عليه فيديو، يعني كنحاول ندير فيديو باش ما نجاوبش بزاف ديال الناس، ولا كان ميساج خاص ديال شي واحد بحال الثمن ولا هذا كنجاوب عليه يعني في هذا. وبالنسبه للاثمنه راه تتكتب لي وكنجاوبك عليه، لان الاثمنه راه ما يمكنش نديرهم في الفيديو الا في حالات الا كان واحد الحاجه اللي باينه، اما بحال هذا الماطر هذا فكل دابا حاليا باقي جداد كل كيبيع بثمنه، فما يمكنش غادي ندير الثمن باش ما غادي نبقاو نتصارعوا بيناتنا، كلك بثمنه تواصل معايا نعطيك الثمن ديالو وديال اي موطور شتي عندي. فهذا كان كل ما كان في الامر اليوم، نتمنى ان الفيديو يكون عجبكم، ما تنساوش الدعم والاشتراك، تهلاو لي فراسكم والحلقه القادمه ان شاء الله. بيس.